الجمال مسألة نسبية ومقاييسه بتختلف من عصر لعصر ومن مجتمع لآخر. من 100 سنة على سبيل المثال في مصر والوطن العربي كانت السيدة البدينة مفضلة عند الجميع، حتى في أشهر أغاني الزفاف كان سيد درويش بيقول دي عروسة البيه تعالبنا نسندها له. طبعا دلوقتي الذوق اختلف تماما والرشاقة في كل العالم واحدة من أهم مظاهر الجمال. دلوقتي في أمريكا يعتبر الشعر الطويل والكثيف مع البشرة البرونزية والوجه الخالي من التجاعيد أهم مظاهر الجمال. في كينيا يحبوا شحمة الأذن تكون طويلة، علشان كده بيحاولوا يمطوها باستخدام عاجل فيل. في كتير من دول إفريقيا جمال شعر المرأة إنه يكون قصير زي شعر الرجالة. في الصين واليابان الشعر الطويل والبشرة البيضة. في تايلاند الرقبة الطويلة. أما جمال الأنف فيعتبر من الثوابت المتفق عليها في العالم إنه من أهم مظاهر الجمال. توازن حجم الأنف طولاً وعرضاً وخلوها من الإعوجاج وتناسقها مع ملامح وباقي أجزاء الوجه، علشان كده في إحصائيات البحث عن الجمال بتتصدر عمليات تجميل الأنف قائمة عمليات التجميل في كتير من بلدان العالم. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في العالم الأكثر إثارة، أكثر تشويق، أكثر جماهيرية، جاذبية، أكثر لمعانا، جراحة التجميل. والتجميل يا جماعة ما تستهونوش بشكوى الناس اللي بتعاني منه، لأن صدقوني بحكم خبراتي الطويلة في عالم الطب، لما يجي إنسان يعاني من السكر أو من الضغط مثلا، ربنا يشفي كل مريض، هتلاقي اللي عنده الضغط مثلا أو عنده سكر أو عنده حساسية صدرية أو عنده مشاكل في الأملاح، عنده أي حالة من الحالات اللي أنا قلتها، تصلب يعني شوية كوليسترول عالي، مش عارف إيه، هتلاقي ممكن حتى يتندر على حالته ويحكي اللي حواليه، يتكلم بمنتهى أنا عندي الضغط ومش عايز يتظبط وبتاعه، بروح للدكتور عادي حياته إيه ماشية، وممكن تلاقيه متقبل الأمور ومش نفسيا ممكن يتأثر، طبعا في ناس بتأثر نفسيا. لكن في عالم التجميل الخلالات التجميلية، الاختلالات في التجميل في الشكل تجعل حياة الإنسان تقف تماما، لا شغل عايز يروح، لا مجتمع عايز يواجهه، لو بنت لا عايزة تروح لكلية ولا تشوف حد ولا حد يشوفها، وممكن تلجأ إلى أشياء هي مش مقتنعة بيها، مش عن اقتناع، لمجرد أنها تداري وشها أو شكلها، كل حاجة بتقف. واحنا بنشوف ده، وعلى فكرة مش بس كل حاجة بتقف، ده احنا هنشوف دلوقتي صور لناس يعني اللي لبس ماسك مدى الحياة او حاطط ماسك مدى الحياة لمجرد انه مقتنع انه مناخير، طبعا مش مقتنع، هو عنده مشكلة كبيرة في مناخيره، يعني هنا في حاجة ديسفيجر من فظيع، اللي الحياة بالنسبة لهم صور بس، بصور الديفو، ست كل حياتها بتصور دفوهات بطنها، ما بتعملش حاجة، طبعا الشكل اختلف تماما، حياتها انها بتصور دفوهات بطنها، هي دي حياتها، الصبح تصحى من النوم جايبة الكاميرا بتصور الدفوهات، طب روح الشغل مش رايحة، الدنيا مظلمة في الأوضة، الحياة بتقف. احنا شفنا ناس كانوا ناجحين جدا ومليانين حيوية ومليانين أداء يعني مال الحياة، فنانين او ممثلات او الى اخره، وبسبب ديفو في المناخير او بسبب ديفو في الشكل الحياه وقفت ستاند ستيل، وده بينعكس على الحاله النفسيه بشكل كبير جدا، لانه بيعمل حاجه في الحاله النفسيه اسمها فجوه، عماله تزيد لدرجه الموضوع اللي بحاله نفسيه، يعني يبقى خلاص الحوار كله مفيش حاجه فيه غير ان الشكل باظ، انا في حاله نفسيه سيئه، انا منعزل عن العالم، أنا منعزل عن العالم، أنا ماليش علاقة بالعالم، خلاص. التجميل بيعمل ده، بينخور في، أنا بقول لكم التعبير بقى اللي جه في دماغي دلوقتي، بيحفر كده في نفسية الإنسان ويدمرها من الداخل، ويجعل الثقة في النفس بتهبط بشكل كبير جدا لتقترب من رقم صفر. عشان كده بقول الموضوع النهارده مهم جدا جدا جدا، مع ضيف عزيز عليا جدا، اسمه متميز، اسم اكاديمي من طراز رفيع، وما شاء الله عمل كله يعني اداء بارع واجتهاد شديد جدا، وما شاء الله كل يوم بنشوف اداء عملي واداء جراحي في عالم جراحه التجميل، بيسعدنا جدا وبتابعه بشكل رائع
ضيف العزيز هو الاسم المتميز دكتور شريف حمودة، المدرس والاستشاري لجراحات التجميل وتنسيق القوام بكلية الطب، الحاصل على دكتوراه جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل والإصلاح، والحاصل على شهادة منظمة الـAO لجراحات الوجه والفكين، الاسم الأكاديمي المتميز. أهلا بيك يا دكتور شريف. أهلا بيك يا دكتور أيمن. يعني أسعدتني بزيارتك النهاردة، وأنا دايما بنتظر بقى جراحين التجميل دول، لأن أنتوا يا أخي ليكوا بريق حلو جدا. بس بريق عشان موجودين مع حضرتك يا دكتور أيمن، وإحنا نبقى سعداء بيك دايما، وكلام الجميل والوصف الدقيق لحضرتك، عشان حضرتك طبعا قبل ما تكون في قاعد على المنبر اللي حضرتك فيه، حضرتك أستاذ في عالم البطنة والطب. بيبقى الحوار سهل وسلس لما بيبقى مع حد متخصص، وبنقدر نوصل معلومة كويسة أكتر للناس. أنا عايز أبدأ قبل ما أروح لترهل البطن بعد الولادة، وإحنا بنتكلم بقى كمان عن ترهل البطن بعد الولادة، الحالة النفسية اللي بتبقى عليها المرأة اللي بتجيلك، أنا عارف إنه مرضاك بيجوا ممكن الست تقعد تعيط لك. الحقيقة هو مشكلة البطن هي مشكلة شائعة، تقريبا ما فيش ست ما بتعديش على مرحلة بتاعت مشكلة البطن أو ترهل البطن. ودايما بقول إن العمليات بعد الولادات أو بعد الحمل في توائم خاصة، ده مكافأة للست إن هي من حقها إن هي تصلح بطنها، يعني بعد المشوار ده هو يعني ما نبخلش عليها خالص، إن إحنا نساعدها إن هي ترجع وتستعيد شكلها اللي كانت موجودة عليه قبل الرحلة بتاعت الحمل والولادة والرضاعة، والفترة اللي بقى فيها تغير هرموني وتغير بيأثر على شكل البطن، والبطن بالذات هي جذع الجسم، لما بتتظبط بتخلي شكل الجسم كويس جدا. المشكلة كلها بتبقى أكتر بسبب الولادات المتكررة اللي بتخلي بعض البنات دلوقتي مش عايزة تحمل، مش عايزة تخلف مرة، أنا هخلف مرة واحدة مش هخلف تاني، عشان شايفة بالظبط، شافت صاحبتها بالظبط. بس اللي احنا عاوزين نقوله طبعا، احنا قبل ما بنتكلم في العلاج لازم نتكلم في الوقاية، ان اي ست لازم تهتم بنفسها قبل الولادة او قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الولادة، ده ممكن يجنبها ان يحصل ترهل، بمجرد ان هي تكون محافظة على لايف ستايل هيلسي، بتمارس رياضة، أكل متوازن، ممكن ما يحصلش ترهل بعد الولادة. فمش كل الناس هيحصل معاها كده، ولو حصل بيبقى ده دور جراحة التجميل إن احنا نصلح البطن ونوصل بيها لشكل جميل وشكل متناسق تقريبا زي قبل الولادة بالظبط. إيه بقى الأساليب اللي بتعملوها عشان تتعاملوا مع ترهل؟ هو عشان نحدد الأسلوب أو عشان نحدد إحنا هنأتاك المشكلة إزاي، لازم نعمل أناليسز هو المشكلة المريضة إيه، لأن مفيش حد زي التاني، يعني كل عيان بيبقى عنده المشكلة بدرجة مختلفة. في بعض السيدات بيبقى كل المشكلة عندهم إن في شوية ترهلات بسيطة أو تراكم دهون بسيط، وفي ناس بيكون الترهل شديد جدا وبيكون في ضعف شديد في عضلات البطن، وهو ده الكي أو هو ده المفتاح بتاعنا اللي على أساسه بنبدأ نعمل العملية للمريضة أو نعمل لها الإجراء المناسب. والله لو البطن أو عضلات البطن كويسة والمشكلة كلها في شوية دهون صغيرين، ده بيكون مناسب جدا إن احنا نعمل شفط دهون بالفيزر، بنتخلص من الدهون البسيطة وبنعمل بيه تايتنس سواء كان بالفيزر أو بالجي بلازما، إن احنا نصلح الترهل البسيط، والبسيط ده هو نحط تحت منه خطوط كتيرة جدا، لأن مش أو بقى من الشائع دلوقتي أو بقى بعض الناس أو بعض الأطباء اللي عندهم أجهزة معينة بدأت تعمل ماركتينج للجهاز ده، هو إن هو ده هو السحر، هو الحل بتاع كل حاجة، وده في الحقيقة مش مظبوط. الجهاز أو الأداة اللي احنا بنستخدمها دي تول، والجراحة تول، والتيم وورك ده أهم تول. لو الترهل بسيط طول يعني أداة، طول يعني أداة، هي أداة. دي أداة أنا بختار أنا إيه بالزبط. اللي احنا شايفينه جيب لازمة جيب لازمة في الترهل البسيط بيبقى حل مناسب، وبنوصل بيه لنتائج كويسة، وطبعا في الحالة دي مبيبقاش فيه جروح، وده مكسب كبير. بس مش عشان أتجنب إن هو ما يكونش فيه جرح أعمل إجراء مش مناسب. فلو الترهل شديد وفي ضعف في عضلات البطن، لازم نعمل تمتك، لازم نعمل عملية شد بطن جراحي. العملية دي بيبقى فيها تقريبا 3 خطوات أساسية، إن احنا
بنتخلص من الدهون الزايده في الجنبين، بنعمل تقويه لعضلات البطن، بنعمل ازاله لكل الجلد المترهل في خط في الخط بيكون في اسفل البطن مش ظاهر خالص، بنسميه على البكيني لاين، لو لابسه بكيني هيكون متداري. وبنعمل نقل في الحاله ديت للسره للمكان الطبيعي بتاعها. في بعض الحالات بيكون الترهل متوسط، بنعمل لها حاجه اسمها ميني ابدونوبلاستي او شد بطن بسيط، او يعني ما في الاجراء ده ما بننقلش الصوره من مكانها. هي شد البطن دي عمليه مفرحه قوي، بشوف المريضه حاجه سعيده سعاده غامره بعد العمليه دي. اكيد عشان كده هي المكافاه اللي ما نبخلش بيها على السيده. حلو التعبير ده. هي مكافاه تستحقها المراه خصوصا في التوأم. بالظبط، لما تكون مخلفه توأم لان بطن تبقى كبيره فعلا، او ولدت مرات ثلاث او اربع مرات. بعد ما نخلص الولادات يفضل ان احنا نعمل العمليه، لو احنا خلاص خلصنا وهنبدا خلاص هنستريح بقى من الفتره دي خلاص. قبل ان ننتقل للمحطه القادمه، عايز بس سؤال مهم نختم بيه المحطه دي. الاخطاء التي تراها يعني بتضايق جدا وتغضبك جدا جدا من شباب الاطباء او من الناس اللي لسه بتعمل هذه النوع من الجراحه، هو اكتر حاجه واكتر حاجه بتعمل مشاكل في عمليه شد البطن ان يعملها حد مش متخصص، مش جراح تجميل. عملية شد البطن اللي يعملها جراح تجميل، مش جراح جراح عامة، مش دكتور نسا. وما ينفعش، وده يعني ده أنا بشكر حضرتك على السؤال ده، لأن بقى في حاجة دلوقتي بتتعمل كتير قوي، إن يجي دكتور النسا وهو بيعمل القيصرية يقول لي السيدة أنا هعمل لك شد بطن دي كارثة، أو هجيب دكتور يعمل شد بطن مع الولادة. وده كارثة من الكوارث، لأن عملية شد البطن ما تنفعش بتاتا مع الحمل أو مع الولادة. احنا عارفين ان الحمل والولاده من الحاجات اللي بتزود لزوجه في الدم، واحنا عندنا كده قديم عامل من عوامل حدوث الجلطات. الحاجه الثانيه ان احنا لما نعمل شد بطن ونعمل قيصريه ده بيزود الاوبراتيف تايم، بيخلي وقت العمليه طويل، فاحنا كده بنزود الفتره اللي المريض نايم فيها، فده البرولونجد ريكامبسي دي حاجه تانية اللي هي عندها لزوجه عاليه وهتقعد فتره في العمليه ممكن تطلع بجلطه تمام. فدي من الحاجات، فده بيخلي سريان الدم في المنطقه بتاعت الرجل يعني ايه بطيء شويه، وده بيخلي بيعمل مشاكل. فاحنا داخلين نعمل عمليه تجميل، مش مقبول ابدا ان العين يطلع بكارثه، فبلاش عمليه شد البطن مع الولاده. حلو قوي ده. هنتقل بقى الى عمليه المليمترات. عملية المليمترات اللي بنقول عليها دايما باكورة أو فاكهة جراحات التجميل، دي فاكهة جراحات التجميل اللي هي تجميل الأنف. السؤال الأول هو سؤال فيه جزء علمي وجزء فلسفي. مين الإنسان اللي نعمل له عملية تجميل الأنف؟ أجي لك كذا مريض وأنت ما شاء الله شغلك في الأنف أنا انبهرت بيه وبتابعه يعني. الله يكرمك. بيجي لك أكيد بقى يعني في السنتر عيانين ممكن مناخيرهم مش محتاجه قوي او بس هو نفسيا هو، فانا احكي لك الحته دي نقف قدامها شويه، مين المناسب للجراحه؟ هو لما نيجي نتكلم عن تجميل الانف في البدايه زي ما حضرتك قلت وصف دقيق، ان هي عمليه بريشس، عمليه دقيقه جدا تمام، من ادق العمليات في جراحه التجميل. عشان كده اللي يعملها لازم يكون عنده اكسبيرينس فيها، اشتغلها كتير وهو نايب، او شافها وهو نايب وهو مدرس مساعد، او هو اخصائي او هو استشاري اشتغلها كتير، يعني اتدرب كويس تحت ايد ناس كتير، شاف مدارس كتير، فيقدر يتعامل في مع عمليات تجميل الانف. الانف جزء في وجه الانسان، جزء جمالي، بس الجزء ده هو عباره عن 9 سب يونت، يعني في 9 اجزاء مكونه للانف خارجيه تجميليه، كل جزء فيها له تضاريسه الخاصة لازم نراعيها كويس جدا، بالإضافة لوضع الأنف في الوجه سواء كان العرض بتاع الأنف أو طول الأنف، كل ديت مقاييس لازم إن احنا نركز عليها واحنا بنصلح الأنف علشان نوصل بيها لنتيجة كويسة. السؤال بتاع حضرتك مهم جدا، إمتى نعمل عملية تجميل أنف؟ بنعملها يا إما لسبب وظيفي يا إما لسبب تجميلي أو للاتنين مع بعض. سبب وظيفي، لو حد اتعرض لإصابة عملت له عوجاج في الأنف والحاجز الأنفي، فحصل مشكلة في الإيرواي بقى النفس بتاعه مش كويس وشكل الأنف مش كويس، بيكون عندنا مشكلة في الاتنين في الوقت ده. وهنا بنقول إن عملية تجميل الأنف هي عملية يفضل يكون فيها تيم وورك،
لو في مشكله وظيفيه لازم يكون في التيم حد انف واذن هو اللي يعمل الجزء بتاع الوظيفه علشان نوصل للعيان او ندي العيان احسن شانس. مش مقبول ابدا ان يبقى جراح تجميل جراح انف واذن بس هو اللي بيعمل كل الجوب. جراح التجميل يشتغل الجزء بتاعه اللي هو الجزء الجمالي وعشان يوصل بيه لنتيجه كويسه مرضيه وتكون في الاخر برضه هي حاجه متناسقه مع وجه الكلاينت بتاعنا او العميل بتاعنا ياخد حاجه ناتشرال مش طبيعيه. بالظبط حاجه طبيعيه ما هياش فيك. كل وش يا جماعه له مناخير. بالظبط بالظبط مفيش حاجه اسمها انا عاوز مناخير فلانه الفلانيه او اعمل لي مناخير فلانه لان في بعض الحالات بتجي لي عاوز تعمل تجميل انف لما تيجي تعمل لها اناليسز وتبصها تبص عليها وتشوفها تلاقي اصلا الانف كويسه ما فيهاش مشكله بس العين عندها الخدود ضعيفه صغيره فيها ضمور. في الحاله دي ان احنا نعمل فات انجكشن او نعمل فيلر للوش بيخلي بيخلي البروبورشن بتاع الانف المقارنه ابعاد الانف بالنسبه للوش بقت صغيره. الله حلوه دي قوي. سبحان الله يعني المريضه جايه لك بنيه انت بالفن تروح جاي مظبط لها الديفو بشكل يرضيها. بالظبط لان احنا عندنا بارامتر بنشتغل عليها وعندنا قياسات بنشتغل عليها وفي زوايا بنشتغل عليها. وهي دي النقطه يعني ديت امتى ده امتى نعمل تجميل امتى ما نعملش تجميل انف. عندنا في ديس اوردر معروف ومشهور اللي هو حاجه اسمها بادي ديسمورفيك ديس اوردر. ده خطير. ده خطير جدا. ده المريضه دي خطيره للغايه. ده تفر منها انت عارف انا شفت فيلم الفيلم ده لازم تشوفه هيعجبك قوي بس الفيلم ده ما انصحش ناس تشوفه كتير يعني هو ليه بقى؟ الفيلم ده بيحكي قصه جراحه مش جراحه هي كانت بتشتغل في كليه الطب كانت طالبه وسابت الكليه وهي موهوبه في الجراحه واشتغلت ايه؟ اشتغلت جراحه تعمل للناس اللي عندها بادي ديسمورفيك اللي هم عايزينه. اللي هم عايزينه. انا شفت انت شفت الفيلم ده اي جراح لازم يتفرج على الفيلم ده. هي في الاخر اتقتلت. اتقتلت على ايد واحد جوز كلاينت عندها. بالظبط بالظبط راح قتلها لان عملت في مراته هي مجنون مراته مجنون. وده دور الطب في الوقت ده ان احنا نشوف ايه المناسب للمريض وايه اللي مش مناسب. هو المريض جاي ياخد النصيحه قبل ما جاي ياخد خدمه نصيحه قبل الخدمه اللي احنا هنعملها له. بس قول لنا الاول ايه هو البادي ديسمورفيك سندروم؟ البادي ديسمورفيك سندروم ده عيان بيبقى يعني ايه قاعد قدام المرايه طول الوقت عنده ديفو بسيط او ما عندوش بس هو متخيل ان هو عنده مشكله كبيره جدا. يعني انا مناخيري فيها طب الناس انا شايف الكلام ده انا لما اجي احطها كمقاييسنا احنا كجراحين تجميل نحطها ونعمل لها اناليسيز انا شايف المشكله بسيطه جدا. المشكله بسيطه جدا ومخلياها يعني منعزله منطويه. الحاله ديت احنا لازم نعرض الحاله على حد سايكاتري او نفسي. لازم لابد ده اهم ده العلاج بتاعها لان هي حاله نفسيه. بالظبط لان هي بتبقى حاله نفسيه. في الحاله ديت لا يفضل ان احنا نعمل عمليه تجميل الانف الا لو كان في ديفو ظاهر واضح والمريض يكون فاهم عشان بيبقى في حاجه اسمها unrealistic expectation. المريض يتوقع حاجات مش حقيقيه فالكونسلنج وان احنا نقعد مع المريض الانف مره واثنين وثلاثه قبل العمليه ده مهم جدا. مريض الانف بالذات لازم يقيم تقييم خاص يعني. طب احكي لنا على انواع العمليه وايه النوع اللي انت بتحس ان هو الاكثر قابليه وتطبيقا؟ واحنا لو جينا نتكلم على انواع الاجراءات بتاعت الانف في حاجات كتير يعني ممكن في نون سيرجيكال في حاجات مش جراحيه بس احنا كجراحين ما بنبقاش ميالين لها قوي زي الفيلر والبوتوكس والحاجات ديت لان هي بتبقاش دايما بتديش حلول حقيقيه. ممكن لو عيان عاوز يعملها يعني لمناسبه معينه او حاجه زي كده. اكتر طريقه وبقت بوبيلر دلوقتي ان احنا بنشتغل بالاوبن ميثود ان احنا بنخش ان احنا نعمل يعني فول جوب راينوبلاستي ان احنا نصلح الغضاريف بتاع الانف نشيل وننحت ظهر الانف نحافظ على الزوايا بتاعه الانف بالنسبه ما بين الزاويتين الانف والشفه ناخد بالنا من الفيمينين نوز والاندروجينيك نوز ده حاجه مهمه جدا. انف الانثى وانف الرجل طبعا في فرق بينهم لازم نكون ده حاجه مهمه جدا ان احنا نركز عليها وناخد بالنا منها. في فرق كبير ما بين الانف للرجل والانف للسيده. مش مقبول ان احنا نعمل انف الراجل شكلها انثوي ولا انف الست شكلها ذكوري.
يبقى الراجل شكله يعني مقلق بالزبط. مقلق جدا بالزبط. وده بيحصل في حتت معينه، بشوف ابص الاقي من جنسيات تانية، المصريين احنا ماشيين على الكتاب، لكن في جنسيات بيعملوا كده، بص الاقي الراجل داخل انت بص يعني ايه يا عم. اه بالظبط. في ايه وايه مناخير بس ما عملش حاجه تانية، هو مناخير وبوظت شكله. دي حقيقة. خليته شكل الست. دي حقيقة. آه. دي حقيقة. لازم الراجل يبقى راجل وست يبقى ست. بالظبط. هو في بعض الحاجات الخفيفة يعني ده مثلا في ظهر الأنف الست مقبول ان يبقى كيرفت كده، يعني الأنف يبقى منحنة. فيها السحبة منحنية لقدام. في الرجالة لا تبقى عادلة. بالظبط. النيزولوبيال انجل الزاوية ما بين الأنف والشفة في الستات بتبقى من 90 ل 110، في الرجالة 90 او 95. في كل دي حاجات تركات بسيطة بس بتفرق جدا في الشكل. المدة بقى الزمنية للجراحة نفسها، ده الاوبن الكلوز ده انت شايف انه هو الكلوز؟ لا ممكن نستخدم كلوز والستيل بنستخدمها بس لحالات معينة. يعني بتبقى اكتر لو احنا نشتغل على الجزء العظمي بتاع الانف يفضل ان احنا نعمله كلوز، مش هنحتاج نعمل جزء كتير في التب، فما هياش تب راينوبلاست. تب راينوبلاست ده اوبن راينوبلاست. تب اللي هي اللي هتشعل على الطرطوفة. بالظبط. دي طالما فيها مشاكل يبقى لازم اوبن. اوبن عشان نعملها كويس. الاوبن احلى، انا بحب الاوبن. حتى انت بتحكي على الاوبن، لا الاوبن طبعا عمليه جميله اكيد جدا. اكيد طبعا. الفتره الزمنيه بتاعت العمليه نفسها هو ده سؤال فاريبل. احنا زي ما قلنا كل حاله لها الابروتش بتاعها. يعني في حالات بتبقى مشكلتها كلها في الجزء اللي في الغضروف الامامي ده، وفي حالات بتبقى فول جوب راينوبلاستي، في حالات بتبقى مشكلتها ان بس فتحات الانف واسعه شويه بتحتاج تتصغر شويه. الوقت تقريبا ممكن من ساعة ساعة ونص لحد ثلاث ساعات. وفي بعض الحالات زي السكندري راينوبلاست لحد ليه إعادة تجميل الأنف بعد عمليات سابقة، لا ممكن تاخد وقت 4-5 ساعات. الحالة دي عجباني قوي قوي، يعني لأن أنت هنا لما تشوف البنت بعد عمر ما تقول إن دي عملت عملية أنف، عادي جدا، أنف جميل ما فيهاش أي عيوب وطبيعية جدا. أكيد ما ضايقتهاش زيادة عن اللزوم خالص يعني. لا 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 حقيقة لا. حاجة جميلة قوي. كانت دي اوبن، دي اوبن ودي كانت سكندري، دي كانت معموله مره قبل كده. كانت معموله اللي على الشمال دي؟ كانت معموله مره قبل كده وعملناها اعاده تصليح. لا 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 حلوه 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 ومش سهله، صعبه على فكره. لا 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 مفيش انف سهله اكيد. يعني على اللي على الشمال يعني انت عملت بريدج، ده انت عملت حاجز انف. هو الحقيقه الحاله ديت اللي عملها الجراح اللي عملها قبل كده اشتغل على جزء من الانف وما عملش الجزء اللي فوق الحاجز الانف. ما عملش الجزء العظمي نسي الحاجز الانف. احيانا بيبقى ده طلب بعض المرضى ان هو يقول له لا ما تعمليش حاجه في العظم، ما تعمليش حاجه ما اعرفش في اللي اعمل لي ده بس. واحنا كجراحين ما ينفعش نمشي ورا كلام المريض. ده دي من الحاجات المهمه جدا جدا طبعا. جدا. والتب حافظنا على معظمها يعني. حافظنا على معظمها. هنشوف الحاله اللي بعد كده دي راجل بقى. دي حاجه انف مشهوره قوي على فكره في مصر. هي دي مشهوره اكتر في الخليج. الانف اللي هي المعقوفه اللي هي عربيه. بالظبط. دي العربي العرب. الانف العربي او الخليجي. هي ديت بيبقى في تحدب جامد في ظهر الانف. بنضطر ننحت الانف كويس ونضم الانف عشان خاطر نديله الشكل الجمالي بتاعه. انا دايما بقول الناس اللي انفهم بهذا الشكل بيبقوا طيبين. عمري ما شفت حد بالانف كده لما كان طيب. اشهر حد كان بشكل الانف ده محمود المليجي. لا والزعيم جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر بس محمود المليجي كان عنده الانف دي. بالظبط. محمود المليجي بقى مع اصل انت اللي عايز بقى يعني كم افلام وعاش حياته كلها بيها عادي. طبعا. محمود المليجي العظيم ده وجمال عبد الناصر الله يرحمه. العظيم طبعا. نشوف اللي بعديها حاجه قصص وموال. دي سهله دي. ديت برضه كان عندها حد وكان زاويه الانف اكيوت او حاده. عملنا نحت ظهر الانف مع الكيرف الجميل بتاع البنات اللي ما بتحبه ومع رفع الارنب بتاع الانف. لازم الانف دي في البنات تتعمل لان دي انف رجوليه، يعني ممكن الراجل يعيش بيها عادي لكن الست لا. بالظبط. والرجاله ما عادوش برضه يقبلوا كده. لا لازم انا عادي. صور سيلفي دلوقتي عايز صور سيلفي. نشوف دي صعبه دي. دي معموله قبل كده دي ولا كانت ايه؟ ديت الحاله ديت كانت ما كانتش معمول لها تجميل انف، عشان كده دي كان معمول لها حاجز انفي عند دكتور انف واذن، هو صلح الانف بس من جوه فالسبورت بتاع الانف راح فحصل دروب ساد النوز. تمام. وهو عشان كده احنا بقينا نقول ان تجميل الانف ما هوش تصغير الانف،
تجميل الانف في اوجمنتيشن راينوبلاست. لو انا عندي استاذ النوع احنا محتاج نعمل اعاده بناء للفريم ورك بتاع الكارتج. عايزين نشرح للحته دي للناس اللي عندهم مفيش حاجز وبيسموه الانف الافطس. بالظبط الافطس بالظبط. ده التعبير الدقيق العربي. بتبني لهم حاجز. بالظبط. في الحاله دي ايه الحاجز؟ هو في الحاله دي احنا بناخد يا اما غضاريف من الاذن يا اما غضاريف من الضلوع. من الضلوع. هنا انت خدت ايه؟ خدنا من الاذن بس. الاذن. خد ظروف وتشكله وتحطه. تشكله ونصلحه عشان نوصل بيه للنتيجه. والست تتنفس كويس؟ طبعا. طبعا. مش مشكلة. حلوة قوي. حلوة دي عملية صعبة دي. دي عملية بس مناخيرها حلوة قوي قوي. وسنها كم سنة دي؟ دي 22 سنة تقريبا. دي 22. هي باينة على الشمال 22 لكن شوف الأنف أكبر. الأنف من الحاجات اللي بتغير الشكل وبتدي الإنسان شكله الطبيعي. لو الأنف شكلها فيه ديفورمتي أو مثلا في إصابة قديمة مخلية الأنف على جنب أو حاجة زي كده ده مشكلة كبيرة جدا. ده من الناس اللي بعشقهم في الحياة. واحد من أعظم ممثلين مش المصر العالم ده. العالم الراجل ده. الأستاذ العظيم محمود المليكي. أنا في رأيي إنه ما كانش ينفع يعمل أنف. لأنها كاركترستيك. أيوة. دي حتة مهمة قوي بقى. إن الأنف كاركترستيك مع وشه. هي وشه لايق. بالظبط. وده اللي إحنا بنقوله دايما. اهم حاجه يكون فيه هارموني في الفيس. رغم ان هو عنده هامب على فكره. عنده هامب بالظبط. هنقل بقى للموانع. احنا شرحنا كلمه مانع من الموانع لكن في موانع تانية غير البادي ديسمورفيك. في ده ما احنا بنقول فيه حاجات ابسولوت وحاجات ريلاتيف. يعني في حاجات ممكن لو المريض مثلا عنده ضغط سكر مش متظبط ده مانع من الموانع لاي عمليه جراحيه. لكن عملية تجميل الأنف كتجميل أنف ملهاش مانع مطلق. سؤالين بقى في سؤال واحد. إمتى تظهر النتيجة؟ ده رقم واحد. رقم اتنين إذا فشلت عملية عند جراح هل ممكن نجري إعادة العملية مرة أخرى؟ قلنا ده بس له أكيد استعدادات مختلفة. تمام. هو النتيجة بتظهر إمتى؟ بتظهر او ايه السيناريو اللي بيحصل بعد العمليه. يعني ايه العين عمل العمليه النهارده ايه امتى هيشوف نفسه كويس. ولازم نفهم العين ان بيبقى في شويه ورم في شويه زرقان ده مع الكمادات والمتابعه خلال اسبوع 10 ايام بيكون الامور كويسه. النتيجه تقريبا من 60 ل 70% مجرد ما بنشيل الدعامه الخارجيه بتبقى موجوده. النتيجه بيحس بفرق فعلا بس النتيجة النهائية بتبقى من 3 ل 6 شهور لأن بيبقى فيه شوية ورم موجودين في المنطقة بتاعت الجلد بتاع الأنف بيقعدوا شوية. فالمريض لازم يكون فاهم ده كويس عشان خاطر ما يبقاش قلقان لحد ما يوصل للنتيجة اللي هو عاوزها. لكن هو كأجازة من الشغل 6 أيام أخده أجازة من الشغل. أسبوع أجازة من الشغل. بالظبط بالظبط. الإجراء التصليح بقى. إجراء التصليح أو تصليح السنوي للأنف ده يفضل إن هو يكون بعد سنة من الإجراء الأول. من السنة لما الأنسجة تبقى تستعيد الحيوية بتاعتها التلزيق بتاع الجراحة القديمة والدنيا الصعبة دي نكون خلاص بدأت تهدى ونبدأ نحلل المشكلة ونشوف احنا هنحلها ازاي. في الحالات التصليح السنوي غالبا بنحتاج غضروف بيكون من خارج الأنف لأن بيكون الغضروف يعني استهلك في العملية الأولانية. بناخد الغضروف ده غالبا من نصوان الاذن من فتحه ما بتبانش بنقدر نوصل بيها لنتائج كويسه خالص. لو طلبت منك ان تعطي رساله لشباب الاطباء اللي بيستعدوا ليتدربوا او يدخلوا مجال تجميل الانف تنصحهم بايه؟ انصحهم ان هم يقروا كويس. يقروا كويس طبعا. دي جمله حلوه قوي. يقروا كويس جدا. انت عارف ان الجيل الجديد كله ماشي بمبدا العلم في الراس مش في الكراسه. فيديوهين على اليوتيوب وخش اشتغل. لازم يذاكر. لازم يقرا كويس. لازم يكون عنده بيزك كويس جدا. لازم يشوف اكتر من حد شغال تجميل انف. ما تحطش نفسك في مدرسه واحده. وده بنلاقيه في كل الجامعات عندنا. اساتذتنا اللي علمونا كلهم احنا تلمذنا على ايديهم. بيبقى كل استاذ له مدرسه وله شغل وله خبرات. ما تشوف من ناس كتير هيبقى لك شخصيتك وهتعمل شغل كويس جدا وهتبقى ماشي على الجايد لاينز وتاخد نتيجه كويسه ان شاء الله. انت اسعدتني بهذه الزياره وامتعتنا بحالاتك والحوار الممتع جدا في مرحلتيه
شد البطن وتجميل الأنف، وأنتظرك بقى في تجميل الوجه، أنتظرك في اللغد، أنتظرك في شد الوش، أنتظرك في التعامل مع الجفون ومشاكلها. أرجوك بقى شكل الشفايف والفيلر والبوتوكس. أنا عارف إن الفيلر والبوتوكس غالي، بس مش مشكلة نتكلم عنهم. سعيد نورت وشرفت. سعيد بي ضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم جراحة التجميل، دكتور شريف حمودة، مدرس واستشاري لجراحات التجميل وتنسيق القوام، المدرس بكلية الطب، والحاصل على دكتوراه جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل والإصلاح، والحاصل على شهادة منظمة دولية أولى لجراحات الوجه والفكين، واحد من الضيوف الأعزاء على قلبي والمبدعين في عالم جراحة التجميل، في واحد من أهم فروع الطب على الإطلاق، والتي ينبغي أن نفهمها بدقة شديدة للغاية، لأن الخطأ فيها ثمن غالي، والإبداع فيها بيغير حياة أي مريض. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.